اهلا ومرحبا مشاهدينا في كل مكان، بنتواصل معكم في الفترة المفتوحة لأول أيام عيد الأضحى المبارك. فترة تحمل عنوان حل النيهو، بناء وتعمير، إن شاء الله على كافة المستويات، السياسية، اقتصادية، اجتماعية، سلوك الأفراد، وأيضا إن شاء الله في كل مكان. برحب ضيوفين ناشطين اجتماعيين وسياسيين ونفسيين، وأيضا الفنان الأستاذ الطيب مدثر، برحب بكم معي مرة أخرى. طلعنا بمحور يمكن كان مهم جدا، الحديث عن دور الصحافه، وانت يمكن تكلمت بشكل عام عن عموم دور الاعلام اللي هو كان في مرحله الثوره وما بعد الثوره. بالتاكيد يا رشا، هو كان يعني كان في قوابح شديده جدا على الاعلام، وكان مورس عليه ضغط كبير جدا في انه ما يتفاعل مع النبض بتاع الثوره وما يتفاعل مع حركه الشارع او حركه الجماهير. لكن في النهايه حركه الجماهير هي اللي فرضت نفسها. تبقى للاسف نحن قاعدين نشوف مؤسسات يفترض انها تكون قوميه، كان بتطعن في الثوار، وكان بتدبج اشاعات حولهم وبتطلقها في كل للحد انه تلك المؤسسات القوميه فقدت مصداقيتها عند المواطن السوداني وعند الثوار. للاسف انه الحاجه دي كانت بتحصل اثناء الثوره وحتى ما بعد الثوره، وللاسف حتى بعد نجاح الثوره التاريخ بيسجل، والتاريخ بيسجل، التاريخ بيسجل، والتاريخ ما بيرحم. انا داير اشير لجزئيه مهمه جدا، انه جبال ذكرها استاذ عمر وتناولتوها، اللي هي عمليه بتاعت التكنوقراط والحكومات والعمليه بتاعت المحاصصات والموازنات السياسيه وغيره. انا داير اوجه رساله لكل السياسيين الموجودين وكل المفاوضين الان في القاهره، الجبهه الثوريه وقوى الحريه والتغيير، والمفاوضين مع المجلس العسكري وغيره، انه انتم كلكم شغالين مع الشعب السوداني، وانه في حال الشعب السوداني عندما انطلقت ثورته في البدايه اللي هي حريه سلام وعداله، ما لم تتحقق تلك الثلاثيه فانه قادر على الاطاحه بكل الموازنات السياسيه الموجوده الان في لحظه. يبقى الرهان بتاع الشارع او انه الشارع هو هو طرح مبادئ عامه لثورته. حريه سلام وعداله. ياتي عمر الدقير لرئاسه الوزراء، ياتي حمدوك، وياتي المجلس العسكري لغيره، ده كله ما بيهم الشارع في شيء. بمثل ما خرج الشارع عندما كانوا قله وقدر يفرض سطوته ويفرض مبادئه على كل النظام القائم، هو عنده القدره الان في انه يفرض خياراته في المرحله الجايه. يبقى اي تفاوض ما بيفضل العمليه بتاعت الحريه والسلام والعداله اللي هي كان بدت بها الثوره، انا افتكر انه مفترض انه الناس تتوقف عنها، لانه الشارع خياراته واضحه ومحدده. حتى يعني الشارع من الممكن انه هو فوض قيادات، يعني في جزئيه مهمه جدا نحن مفترض نعرفها، انه الشارع هو فوض قيادات للتحدث باسمه. حالما كان تلك القيادات تراجعت عن المبادئ اللي هو فوضها عشانه، بيتم الاطاحه بهم طوالي. يعني انا بفوض، نحن مجموعه من الناس بنفوض شخص معين عشان يقوم يتحدث باسمنا ويحقق لنا مطالبنا. اذا كان الشخص ده ما حقق لنا مطالبنا او تلاعب في مطالبنا، بالتاكيد نحن حنقوم طوالي نشيل الزول ده برا. يبقى دي رساله مهمه جدا لكل القوى السياسيه اللي هو فوض الشعب السوداني عشان تحقق له مطلوبات عمليه الانتقال السلمي والديمقراطي وتاسيس الدوله المدنيه. ما لم تتحقق الاشياء دي فان الشارع قاعد وقادر انه يفرض خياراته، وعنده القدره وعنده الامكانيه لكده. ده تاكيد لحديث استاذ عمر، يعني استاذ عمر بشار في انه الشعب هو له الخيار فيما يريد ومحتاج له ايضا في المرحله المقبله. لسه عندنا محاور حنتكلم من خلالها، استاذ عمر ايضا لو عندك اي مداخلات بعد ما نسمع استاذ الطيب نرجع مره ثانيه. طيب، في طلب من الكنترول اغنيه حقيبه الشاعر ابو صلاح، اعطف علي يا ريم. خصرك رقيق علي، قلبك حجر ما نال.
رابح هواكم جافل أهل والخلال بحسب تقاعد الليل أنا والليل زمال تابح هواكم جافل أهل والخلال ينعال صدركم قلبكم ضميرك الهزال لو عيني تنظر تكون مدة ما زعل بالنغمة تسكرني بالنظرة والميسال أنا جميلة فعلا وقولا لسان بالنغمة تسكرني بالنظرة ولي سيف حافك سان وانا يا مدلل قصدي من الحزن احسان يا اكحل العين يا نايب الاوجان شكلك ريح ومشيت قلب لي نسوجان يا اكحل العين يا نايب شفنا البدور تسريج من بسمتك سرجان ما بين بياض الدر وخضرة المرجان يا آية الحسن وريحانة السودان غاية محسن جيل في كافة البلدان يا آية الحسن وريحانة السودان غاية محسن جيل في كافة قلب الجان ساكن بشاطئ النيل وبداخل الأبدان في حارة فيها محاسن جنة الولدان علي يا ريم يا نافر الغزلان خصرك رقيق علي قلبك حجر ما خصرك رقيق علي قلبك حجر ما
حصرك رقيق وعلي قلبك حجر ما لا. سلام، شكرا لك استاذ الطيب. نتواصل يمكن في حديثنا. الفترة المفتوحة بتعمل عمان حنبنيه في كثير من المحاور والنقاط، يعني مهم جدا التوضيح حولها. وانتم معنا يعني استاذ محمد ابراهيم واستاذ عمر، يعني ناشطين ايضا في المجال الاجتماعي والسياسي وصوار برضو يعني في كل ده. لما نتكلم عن مسألة الاقصاء، نتكلم عن الاسلاميين هم في نوع من التخوف انه يكون مثلا في فصل من اماكن العمل، وفي بعض عملية الاقصاء ممكن هي تواجههم في حياتهم يعني. فانت كناشط سياسي واجتماعي وايضا منادي بالمدنية، كيف دورك بيكون في الجانب ده؟ شوفي القصة بتاعت الدعاوي اللي اترفعت في الفترة الفاتت من الإعلام بتاع الإسلاميين خصوصا المنتمين للنظام السابق ولا الناس اللي كانوا معاهم في الفترة بتاعتهم بتاعت 30 سنة دي. أنا بفتكر إن هي كلمة حق يعني أريد بها باطل يعني. يعني أنا بفتكر إنه الناس دي يروقوا شوية ويبطلوا الإزعاج لأسباب منطقية جدا. ما أنت بتتكلم عن إنه هسه إذا بتتكلم عن إخفاء عن العملية السياسية، أنت بتتكلم عن ثورة قامت في الأساس سببها شنو؟ ما سببها إنها أنت تشيلك من الحكم يعني. فأنت ما ممكن أنت داير تجي ترجع من الحكومة يعني شيلتها يوم 11 أبريل وبتتكلم عن الإخفاء بعد شهرين ثلاثة شهور عن الموضوع ده يعني. أنا بفتكر ده عدم جدية واستهبال سياسي وطفولة سياسية، وينبغي انه الناس يعني يكونوا جادين يعني. ان الكلفه بتاعت التغيير ما كانت سهله يعني، ما كانت هديه يعني. الناس دي طلعوا وماتوا في الشوارع والناس اتفقدوا، لحد الان في ناس مفقودين وكده. فانا بفتكر انه يكون في اول حاجه حبه حساسيه من الناس اللي كانوا في الحكومه دي لمده 30 سنه. الحساسيه دي انك انت تقعد ذات وتصبر، لان انت الفتره بتاعت 30 سنه جربت كل اساليب التجريب في راس الشعب السوداني، وكانت النتيجه الفشل الذريع، وكان النتيجه الانقسام، وكان النتيجه زي ما قلت لك قله الوطن وقله المواطنين والدمار والمشاكل الكثيره جدا بتاعت الفقر والجوع والجهل والحياه الحاصله لنا دي. الكلام واضح يعني انه الفتره الانتقاليه دي انت ما حتكون موجود فيها، اللي هي فتره بتاعت 3 سنوات انت ما حتكون موجود فيها، لكن بعد 3 سنوات حتكون الحياه دي مفتوحه، لانه الناس يجوا بعد ذاك هم بعد ذاك حيبقى عندهم صراعهم الاساسي مع ذاكره الشعب السوداني، مع مواجد الشعب السوداني، مع احزان الشعب السوداني، مع 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 المتوفين من الشعب السوداني، مع المفقودين من الشعب السوداني. هم بعد ذاك يجوا بمشاريعهم السياسيه الجديده بعد 3 سنين ويحاولوا يقنعوا السودانيين ده لانه هم جايين بفكره جديده. لكن فيما يتعلق بالقصه بتاعت الاقصاء من العمل وكده، انا تحديدا عندي وجهه نظر في الموضوع ده يعني. انا بفتكر انه اذا تمت اي عمليه بتاع التطهير بالشكل اللي تمت به في مراحل مختلفه من مراحل السودان، انا بفتكر انه ده سقوط وتراجع عن دور الدوله المدنيه. انا بفتكر انه يتم مراجعه الناس الموجودين في الوظائف المختلفه في وزارات النفط المختلفه. الزول المفسد، الزول اللي اختلس، الزول اللي قتل، الزول اللي عمل العمليات دي بيتم محاكمته بشكل عادل، لانه دي ده اس الفكره بتاعت الدوله المدنيه. لكن اذا انت دا تتكلم عن انه اي اسلامي موجود في مؤسسه انت دار تشيله، انت بترتكب بنفس الخطا، ترتكب بنفس الخطا. وانت نحن ذاتنا كناس بنفتكر ان احنا حراس للثوره دي والشعب السوداني حارس لها، احنا حنقف ضدك يعني. حتى الحكومه الجديده اذا دارت تتكلم انه دارت تشيل الاسلاميين بشكل كده عشوائي بعمليه بتاع التطهير، لانه الحياه دي ما حتبقى. احنا يا جماعه ما حنوصل في يوم من الايام انه التنوع ده حيكون ما موجود للابد. حيكون في يساريين، وحيكون في اسلاميين، وحيكون في سلفيين، وحيكون في ناصريين، وحيكون في بعثيين، حيكون في شيوعيين. والحياه دي عامله كده. احنا سوداننا ده دايرين نقبله بتنوعه ده بشكله ده، لكن يجب انه يكون في دوله حقيقيه بتاعت مؤسسات بنمشي نراجع الناس اللي وصلوا المناصب دي عن طريق الامتياز الحزبي، عن طريق الحظوة السياسية، عن طريق الترقي من غير ما يكون في موجبات بتاعت كفاءة محددة تخليك تتقلد المنصب المحدد. يجب انك انت تفصل من وظيفتك. ليه؟ لانه دي العدالة بتقول كده. ما ممكن انت تكون موجود الان على مناصب عليا في الدولة او في مؤسسات كثيرة، ولحد هسه واحدة من الاهداف الاساسية بتاعت الدولة المدنية هو تفكيك نظام الدولة العميقة، لأنها موجودة. الكلمة بتاعت الدولة العميقة دي ما مستلفة ساي مزاج، هي فعلا موجودة. وموجودة انتم بتكونوا عارفين، في الإعلام موجودة، وفي مؤسسات النفط موجودة، وفي الجامعات موجودة، وفي مؤسسات الخدمة المدنية موجودة. كيف انك انت ما تقع في محاذير انك انت تبدا تفصل زول لمجرد انه اسلامي؟ ليه؟ لانك اذا بدأت تتعامل انه في جريمة سياسية، يعني الانتماء الى تنظيم محدد ما جريمه، حمل فكر محدد ما جريمه. يبقى انك انت طيب تراجع الملفات دي وتشوف منو اللي تقلد المنصب المحدد عن طريق الكفاءه الوظيفيه، لانه هم الكيزان ديل ما في ناس يتعلموا وسافروا برا وعملوا كده. لكن هي ذات عمليه معقده. حتى السافروا في ال 30 سنه ديل سافروا بياتوا شكل
وبياتوا تكاليف وعلى على حساب دافع الضرائب بياتوا شكل. وهل الحاجه دي كانت حاجه يعني حاجه بيستحقوها ولا ما بيستحقوها؟ تعمل الاكسرسايز ده كله تشوف الناس الموجودين في الاطار المنطقي اللي تقلد الوظائف بكفاءاتهم يستمروا في وظائفهم. اي زول تقلد الوظيفه عن طريق الحظوه السياسيه وعن طريق الاستهبال السياسي يجب انه يتم فصله من وظيفته وتتفتح الوظيفه دي لناس بيستحقوها بشكل حقيقي. في حاجه ثانيه داير اقولها فيما يتعلق ب الموضوع بتاع الاقتصاد حتى بيصل لحد مرحله الناس الموجودين الان في السجون. يعني في كلام كثير ودعاوي هسه بقت في الجرايد موجوده انه اطلقوا سراح فلان الفلاني وجامعه شنو كده ما بعرف عامله مؤتمر انه يفكوا البروفيسور الفلاني ويفكوا علي عثمان محمد طه. انا بفتكر انه الدوله المدنيه مفترض تكون فكرتها الاساسيه انه ما تنتقم. يعني العمليه هي ما عمليه بتاعت انتقام ولا عمليه بتاعت تشفي. احنا كنا موجودين في سجون الانقاذ دي وعرفنا انه كيف بيكون في ظلم شديد جدا وبيكون في تعامل مع المعتقل السياسي غير كريم وما بيحترم ولا العلاج بتاعه ولا بيحترم مقابلته لاسرته ولا بيحترم اللحظات المهمه في حياته ولا الناس اللي توفوا اثناء ما هو موجود في السجن. في ناس بشكل ثوري كده بيطالبوا انه يتم التعامل بنفس الشكل. وانا بفتكر ده سقوط تام للدوله المدنيه وتراجع عن مستحقات الدوله الديمقراطيه وبيخليك انك تبقى انت العدو بتاعك ذاته. الزول اللي قاومته لفتره طويله واسقطته بالكلفه العاليه دي انت بتتحول لمسخ مشوه زيه. انا بفتكر انه ناس علي عثمان ديل ذاته مهدد الشعبي بكتائب الظل وكده يتعرضوا لمحاكم عادله وما يتم اعتقالهم اعتقال تحفظي متطاول غير مفهوم. لكن احنا بس هسه منتظرين تكوين حكومه الحكم المدني اللي هي يوم 17 اغسطس 18 اغسطس. انا افتكر بعد قوى الحريه والتغيير والمجلس العسكري ذاتهم يكونوا مسؤولين جدا في تكوين مؤسسات عدليه تراجع الملفات دي كلها تقدم الناس الاجرموا في حق الشعب السوداني لمحاكمات عادله يتابعها الشعب السوداني كله وما في زول يختص من زول بشكل المحاكمه السياسيه هسه. يعني هسه في دعوات وشائعات في السوشيال ميديا بتتكلم عن انه فلان ده عمل وفلان ده عمل. ما ينفع الحاجه دي لازم تكون عن طريق محاكمات. وعشان نكون جادين في الموضوع ده انه انا بفتكر انه حتى ناس المجلس العسكري يعني حتى ناس حميتي وناس برهان وكده يتعاملوا مع الموضوع ده بمسؤوليه لانه في جرائم تم ارتكابها بعد سقوط النظام. انا بفتكر انه دي فرصه تاريخيه بالنسبه لاي سوداني يعني في وظيفه قياديه او موجود على سده الحكم الان انه يكون متجرس وينظر للموضوع ده انه الناس اللي ماتوا في اعتصام العيد ده والناس اللي ماتوا بعد ده يجب انه يتم محاكمه الناس المسؤولين عن قتلهم. عشان اذا الحاجه دي ما تمت بالشكل ده احنا بلدنا ما حتمشي لقدام. لازم نتعامل مع موجبات العداله الانتقاليه بشكل محترف ولازم نشوف انه الناس اللي اجرموا وارتكبوا جرائم الاباده الجماعيه والجرائم السياسيه والجرائم ضد الانسانيه ونشوف الضحايا ونعوضهم ونعمل جبر الضرر. وعندنا في العالم تجربه جنوب افريقيا عندنا تجربه رواندا. احنا ما حنبدا من الصفر. لازم احنا عشان نبني السودان ده نبنيه اللي بنقول فيها دي انه يتم محاكمه كل من اجرم في الشعب السوداني ابتداء من 89 وان شاء الله من قبل ذلك وحتى اللحظه اللي احنا قاعدين فيها بشكل متجرد وبشكل صادق وبشكل جاد. ومن غير كده ما افتكر ان احنا حنصل للسلام الدائم. كلام مهم وعميق يعني في حد ذاته. تحس انه السهل الصعب في نفس الوقت انك انت تقدر تفصل. يعني زي ما ذكرتك بيرو بتقول انه ده سلوك الفرد في انك انت تحاسب وتحاكم بقوانين وفي نفس الوقت ما يكون في عمليه للاقصاء. انا ما اعرف رايك استاذ محمد في مساله الاقصاء تحديدا وايضا المزايدات الوطنيه ممكن تحصل في احيان كثيره. هو يا رشا في جزئيه مهمه جدا انه الثورة أو الحراك الجماهيري الأخير هو سبب فشل الإسلام السياسي داخل السودان. لأنه الإسلام السياسي وجود الإسلام السياسي بكل المكونات الموجودة عنده هو أورث السودان انشقاقات وإحن وضغائن كبيرة جدا. الثورة الآن هي بتتيح الفرصة لأنه يكون عندنا سودان جديد، سودان متنوع، سودان عنده قدرة على الانطلاق بدون قيود دينية أو قيود اجتماعية أو قيود إثنية أو عرقية أو غيره. الإسلاميين بيتخوفوا تماما مش من الإقصاء ولا الانتقام. هو الانتقام أو الإقصاء هو تحوير لكلمة المحاسبة. يبقى هم خايفين تماما من المحاسبة. يتم محاسبة كل من أجرم في حق هذا الشعب السوداني وكل من سرق فلسا أو قتل نفسا أو أسهق روحا أو اغتصب كنداكا أو غيره منذ مقتل الشهيد الدكتور علي فضل
وسليم والتاية في جامعة الخرطوم في بدايات الإنقاص، والمفقودين على رأسهم الشاعر الكبير أبو زر الغفاري. يبقى نحن العضية بتاعت المفقودين والشهداء وغيره هي كانت موجودة عندنا منذ بدايات الإنقاص وحتى الآن. يبقى كل من ارتكب جرما في حق هذا الشعب ينبغي أن يتعرض مثل ما قال العشاري لمحاكمة عادلة، والمحاكمة العادلة لن تأتي ما لم تكون في حكومة حكم مدني اللي هي بتكون فيها العملية بتاعت الفصل بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية. السلطة القضائية تكون منفصلة والنيابات ذاتها تكون نيابات مستقلة وعندها قدرة على توجيه الاتهام. احنا ما دايرين نبني السودان ليه قدام على اشلاء الانتقام وغيره، لكن بالضرورة تماما انه يكون في المبدأ بتاع المحاسبة. ما لم يكون هنالك مبدأ المحاسبة يبقى لسه حتكون في احن. اخر مطالب يعني قبل فضلت في ليلة فضل الاعتصام اللي هي كانت في 29 رمضان، الموكب اللي كان ساير أثناء ما المطر صابة الناس كانوا بيمشوا، آخر مطالب جيبوا حكومة الحكم المدني ودم الكوس القتل الصايم. يبقى هم مطلبين مهمات جدا، اللي هو المطلب الأول الحكومة المدنية، ثم بعد الحكومة المدنية الناس أي زول أسهق روح أو قتل له ساير أو قتل صايب أو قتل سوداني بغير ذنب إنه يتعرض لمحاكمة. مسألة الإقصاء. دقيقة بس كلام محمد ده، يعني في حاجة بسيطة أنا أقدر أقولها. أنا حاسس إنه في تخوف شديد جدا، سببه إنه وجود 30 سنة من الحكم الدكتاتوري خلى إنه النظرة للناس اللي ارتكبوا الجرائم دي فيها هي نوع من الخشية ونوع من الخوف ما منطقي. يعني ما أشوفه هو الناس دي ما عبارة عن ناس يعني راس ورجلين ويدين، زول عادي يعني. فهمت؟ الجبار حقيقة هو الشعب السوداني، العظيم حقيقة هو الشعب السوداني. انت دين مجموعة بتاعت ناس مهما كانوا هم منهم من اي انتماء سياسي سواء كانوا كيزانة وغيرهم. انا بفتكر انه اي زول ارتكب جريمة في حق الشعب ده زي ما قال محمد، او اختصب زول او قتل زول او اختلس من المال العام حاجة، ياخد الموضوع سهل جدا. الرعب في شنو؟ واللي احنا ليه ما قادرين نتكلم عن الموضوع ده بحرية؟ والناس حتى بيتكبكبوا في هنا لما نيجي نتكلموا عن رموز الانغاز والجرائم اللي ارتكبوها دي. الموضوع ده سهل جدا يا اخي. يا شباب تعالوا بالله خشوا لنا المحكمة دي وشوفوا القروش اللي جبتوها. يعني هسه حتى البشير يعني بيتم محاكمته بجريمة لا علاقة بدولارات موجودة في منزله. ياهو قبل كده قعد مجدي في بدايات الإنقاذ دي في قروش حقته 10,000 دولار شهادة 28 رمضان. وين البشير كيف ذاته يتم محاكمته بجريمة اقتصادية مع انها هي جريمة مهمة، وفي رقبته في دماء معلقة بتاعت مئات وآلاف آلاف الشهداء اللي ماتوا في دارفور وماتوا في النيل الأزرق وماتوا في شرق السودان وماتوا في وسط السودان. الدولة العميقة اللي بيتكلم ما يعرفوا في دولة عميقة. انت حديثك موجه لمنه؟ يعني هو كل الشعب متفق على كلامك دي وبقوله بصوت العالي، بقوله بوضوح. حديثي موجه للحكومة الهسة دي اللي حتتكون دي. أنا زي ما قلت لك قبل، أنا بتكلم عن إنه تكون المسؤولية تحديد المسؤولية الفردية وتحديد المسؤوليات الجماعية، وحتى الناس الموجودين في المجلس العسكري الآن بعد تكوين حكومتهم مع قوى الحرية والتغيير أنا بفتكر إنه يتمتعوا بالمسؤولية الوطنية اللي بتخليهم إنه يحاكموا حتى نفسهم على الجرائم اللي تم ارتكابها بعد 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 11 ابريل. ما اي حاجه بعد 11 ابريل هي معلقه عند الناس دي. وفي قضايا قديمه عندها علاقه بالقوات الموجوده في دارفور، المشهد قاتلت، والمشاكل الموجوده في مناطق مختلفه من السودان. انا بفتكر انه ما في طريقه انه نحن نجتاز ونعبر الجسر ونجتاز الحزازات والمرارات المرينا بادي غير انه تتم المصالحه الوطنيه القائمه على المحاسبه، القائمه على استرجاع القضايا دي كلها والنظر فيها والتعويض. السودانيين قاعدين يعني الفهم بتاع التعويض والفهم بتاع المصالحة هذا موجود. انت لازم تمشي للناس ديل وتشوف قتلاهم وتشوف الثروات اللي اويدت والقرى اللي حرقت وتعالج الموضوع ده. من غير كده ما هيحصل مصالحة. عشان كده انا خطابي موجه للحكومة القادمة دي. الحكومة القادمة دي انا هسه بلقى انه في اشكالية. يعني انت احنا موجودين في السجن بيكون شفت التكة يعني مؤاخذة بتاعت السروال دي بيشيلوها منك. ليه؟ لانها دي موجبات السجن. السجن عنده قوانين. البشير طالع من السجن لابس عمة. يعني دي حاجه فيها عدم مسؤوليه. انت لازم تتعامل مع الزول ده كان الرئيس السابق، لكن لازم الان يتحول لمتهم. يجب انه يمشي ما يكونوا له محاكم خاصه. ما العمليه بتاعت الدلع الما مفهومه دي ما منطقيه وما بتخلي انه في دوله مدنيه حقيقيه تتكون. عباره عن متهم
يعني يحافظوا على حقوقه، يدوه ادويته في الوقت المناسب، يمشي لزوجاته ويقابلوه في الوقت اللي بتفرض القوانين بتاعت السجن ولكل معتقل. ما انا لما نقول الرئيس بعد ذاك بينطبق على كل الناس الموجودين الان في السجون. حاجه مهمه انا داير اقولها في الموضوع ده يا اخي، بالمناسبه المعتقل بتاع شندي ده هسه المعتقلين فيه الاسلاميين ده ذاتهم، هسه الان في مجموعه من الاسلاميين معتقلين في معتقل شندي. معتقل شندي ده معتقل ما انساني، معتقل ما محترم، ويجب انه يتم مراجعته عن طريق الهيئات والمنظمات الدوليه اللي بتراجع القصص تحت السجون، لانه عباره عن معتقل قفص موجود فيه الزول من غير ضوء طبيعي، من غير شمس طبيعيه، من غير هواء طبيعي. انا بفتكر انه احنا دورنا في حكومه الحكم المدني ده انه حتى الاسلاميين ما يتعرضوا للشكل البشع ده من الاعتقال التحفظي اللي ما بيتماشى مع حقوق الانسان. يجب انه يتم مراجعه كل الحاجات، يجب انه يدوم حقوقهم كامله، يجب انه يخلوا اسرهم تقابلهم، يجب انه يدوم ادويتهم بالشكل السليم، يجب انه اعتقالهم التحفظي ما يستمر لفترات طويله، انما يخضعوا لمحاكمات عاده. لكن في اطار ما بنعمل في الحاجه دي يجب انه هم يتمتعوا باي ميز ما منطقيه على الاطلاق. يعني ما في حاجه من الرئيس لحد اقل زول موجود في الحركه الطالبيه الاسلاميه يتعرضوا لمحاكمات عادله، يخضعوا للقوانين بتاعت السجن بشكل عادل. التيار قبل فتره جايب انه في وجبات بتاعت الدليفري قاعده تخش السجن، يعني ما بعرف بياكلوا من بيتزا هات ولا بياكلوا من وين، الكلام ده ما منطقي. ياكلوا الاكل العادي بياكل الشعب السوداني في ظروف اعتقاله، القرع والرجله المعموله بشكل عجيب دي، ويحسنوا بعد ذاك المواد الموجوده في المطبخ، يعني يجيبوا رجله كويسه ويجيبوا حاجات كويسه عشان الناس دي ياكلوا اكل منطقي. يعني اللي هي لكل المساجين بعيد عن تصوير، يعني لكل المساجين. الفكره وضحت انه يكون يعني يكون في اقصاء، ولكن يكون في محاسبه زي ما قال الاستاذ محمد، انه في خوف في عدالة من الجانب ده، عداله للسياسي للرئيس السابق للمحتقل السياسي. بعدين في نقطه مهمه جدا، يعني الناس دي انا في حاجه مهمه جدا المفترض انه الناس تشير ليها، انه الاسلاميين خلال 30 سنه كونوا امبراطوريات راسماليه كبيره جدا، اللي هي بنت الاساس بتاعها هو كان عن طريق الفساد والرشوه والمحسوبيه واستغلال النفوس. هم الان ايوه الدعاوى بتاعت انه في انتقام وغيره هي للمحافظه ذاته على مكتسباتهم اللي اكتسبوها من دم الشعب السوداني. يعني الراسمال الطفيل النما خلال الفتره اللي فاتت دي هو الان بيمثل الدوله العميقه اللي بتحارب تكوين الدوله المدنيه، لانه عارف انه الدوله المدنيه بالسلطات المفصوله هو عنده قدره على انه يحاسبه وانه يوصله في حتته وانه يقتلع من حباب عيونه القروش اللي اخذها من دم الشعب السوداني ده ويرجع له. كلنا شايفين الصحوة هي المفروض يتعامل، لكن بالنادي دور البرنامج نوجه للحاجة دي الناس تسمع. ايوه يعني حديث عن الاقصاء والمزايدات، يعني حنجي للجوانب النفسية والاجتماعية. مسألة انه برضه يعني مما بتتصور فلان ده معانا، فلان ما معانا، الحزب الفلاني قايده فلان، ديل قالوا ديل ما عملوا، ديل لا خلاص اتخذت عليهم كروس، لا ديل والله معانا انضموا لينا. فكرة التصالح، يعني الحديث اللي قاله استاذ عمر وشاري واستاذ محمد ادخلت ده وعي سياسي واجتماعي كبير جدا، لو كل شخص مننا وصل له ما بكون في اشكاليه، يعني تقدر تفرق ما بين انه محاسبه قوانين وتنفيذ ليها وما بين اقصاء ومزايدات وشنو المفروض يحصل. الموضوع هي الفكره في الاساس ما تصفيه الحسابات، ما تصفيه الحسابات. لكن هسه بس انا ممكن اتكلم عن موضوع السجون الموجوده الان، دي المعتقلات الموجوده الان اللي كان فيها الشعب السوداني طول ال 30 سنه، فهم هسه حاليا وما في حكومه ذاتها هسه حاليا عشان تقدر تخصص مكان تخطهم فيه في شكل مختلف، يمكن دي الحاجه اللي هسه حاليا لازم تبقى بنفس الطريقه. بالنسبه لاختلاف الناس دي انا حديث يمكن عن التصالح، التسامح، تقبل راي الاخر حتى لو مخالف لك، او حتى لو انت يعني ضايقت منه في كثير من المواقف او مقهور منه. يعني الاختلافات دي مرات بتخدم اجنده يا رشا، يعني انا بختلف نفس الكلام اللي قاله استاذ محمد، انا بختلف معاكي عشان انا اشتتك من الحاجه اللي انت بتعملي فيها او افكارك او مفاهيمي، او انا عارفه لو انا وصلت للحته المعينه وجات حكومه معينه ممكن تحاسبني زي ما هو قال بشكل معين، فبالتالي بيكون دي الحاجه اللي حصلت. بالاضافه لانه احنا لسه ما تخلصنا من الفائده كلها يا رشا، اذا كانت الوضع بتاع الشخصيه السودانيه نفسها بصفات المختلفه بالميكانيزمات المختلفه، حاليا ممكن داخل السجون مثلا بيلقوا الناس اللي بيلجؤوا لهم اللي بيساعدوهم، مع العلم ما يمكن يكون ما عنده اي انتماء سياسي، لكن عنده مصلحه، ممكن تكون المصلحه ماديه، ممكن تكون المصلحه اجتماعيه، ممكن يكون وعود بتفاصيل مختلفه. ما احنا لسه ما تخلصنا، احنا لسه زي ما بقولوا المجتمع لسه ما صفه ووصل للمرحله بتاعت ما داير اقول الوطنيه المخلصه، وانا ما حقدر اقبل اي مزايده على حاجاتي وده شغلي ودي وظيفتي وانا حقدم فيها الحاجه بما يرضي الله وبما انه انا براعي ضميري فيها. لسه نحن يا دوب بننظف، نحن يا دوب حنبدا زي ما هم قالوا. هسه الشباب كلهم بيتكلموا، الكلام ده كله بيتبني على حكومه جديده، مطالبات لحكومات جديده،
لسه ما في حاجه حصلت، ما لم انه وما حتحصل في شهر ولا شهرين ولا احتمال حتى لحد نهايه السنه. محتاجين زمن، محتاجين وقت، محتاجين وعي. الاهم من ده كله احنا زي ما قلت لك لسه بدري، بدري على انه نحس بالنظافه المبالغ فيها في دواخلنا وفي مجتمعنا، بحيث انه نحن ذاتنا نساعد الاجنده المفترض انها حتجيبها حكومه جديده عشان تساعد زول او تحاسب زول او تقتلع حق الشعب السوداني او حتى تحاكم شخص. يعني حتى بالنسبه للشهادات نفسها في ناس لسه بخافوا على روحهم، يعني في اكثر من شهاده لسه في قمع للحريات الصحفيه وللمكاتب الصحفيه ولبعض القنوات المغلقه الان حاليا. يعني ففي تفاصيل كثيره لسه الناس ما لم هي تجتمع اطراف الخيوط دي كلها مع بعض ما بتوصلنا لحتى بدايه الطريق اللي احنا مفترض انه احنا نمشي من خلاله عشان نوصل لكل الكلام ده. يعني طيب جميل، احنا ان شاء الله حنواصل لسه، ولكن جيناك صوتي متبسر، ناخذ استراحه معك. الله يريحنا من الغيظ والغزمان. طيب الريد مبادي وعبد الله البشير، عبد الله البشير جبريل. لازم. الاستاذ طيب التقلاوي. قلت لك الريد مبادئ، نحن في بداية طريقنا، قلت لك الريد مبادئ، نحن من أول طريقنا، قلت لك الريد مبادئ، نحن في بداية طريقنا، قلت لك الريد مبادئ، ما اللي بيظلم مرة واحدة بيبقى عنده الظلم عادي، ده اللي بيظلم مرة واحدة بيبقى عنده الظلم عادي. انت من غلطات صغيرة يوم تخاصم ويوم تعادي، تاري ما بهمك عذابي وكان بعجبك طول سهادي، انت من غلطات صغيرة يوم تخاصم ويوم تعادي، داري ما بهمك عذابي وكان بعجبك طول سهادي، العناد وصلت حدو انت اصلا زول عنادي، يا ما وصيتك كتير لا حياة لمن تنادي، يا ما كثير لا حياة لمن تنادي. لما تجرح حق تعرف قاسي، ولو خلاص البين عدى كنت فاكرك ليت قاسي، لما تجرح حق تعرف انه جرح الريد قاسي، ولو خلاص البين عدى كنت فاكرك ليت قاسي، بس انا الغلطان في ريدك
كنت تايه وماني حاسي احنا مختلفين وحياتك وانت ما زول الاساسي احنا مختلفين وحياتك وانت ما زول الاساسي بسامحك يا اخي لو بايل بسامحك انت لو فاكر بسامحك يا اخي لو بايل بسامحك تبقى جاري ورا السلام العذاب شفته منك ده العذاب شفته منك زاد عذابي كمان عذاب انت لو فاكر بسامحك يا اخي لو قايل بسامحك تبقى جاري ورا السلام العذاب شفته منك ده العذاب شفته منك زاد عذابي كمان عذاب ما خلاص أصبحت ماضي طويت في صفحة كتاب صدقني هسا نسيت ريدك وقلبي من الريدة تاب صدقني هسا نسيت ريدك وقلبي من الريدة تاب نحن في بداية طريقنا قلت ليه ريد مبادئ نحن في بداية طريقنا قلت ليك ريد مبادئ دل بيظلم مرة واحدة بيبقى عند الظلم عادي دل بيظلم مرة واحدة بيبقى عنده الظلم عادي شكرا لك استاذ طيب وانت بتزينا اليوم في الفتره المفتوحه دي عنوان حلميهم ان شاء الله حنختم معاك الفتره دي باغنيتين والزمن مره سريع مع انه استاذ محمد ابراهيم كان شايف ساعتين كثيره يعني خلص استاذ عمر وشاري يعني في الختام لازم لابد من رساله توجهها للشعب للمواطن للاعلام لقوى الحريه والتغيير حابه توجهها لمنه والله يا اخي انا اذا في رساله بقولها في النهايه يعني يعني زي ما بديت يعني بترحمي على ارواح الشهداء برضه بقول انه احنا يعني بوجه الرساله لكل اسر الشهداء انه احنا حاسين بمعاناتهم وحاسين بفقدهم وحاسين بانهم هم قدموا فداء تغيير اكثر من اي زول وما في مزايد عليهم وفي ناس برغم الفقد الشديد ده زي الصادق سيميل انا بحييه من هنا يعني واحد من الناس اللي كانوا بيتكلموا عن ضروره الوصول لاتفاق سياسي برغم انه فقد ولده في الثورة دي يعني لكن برضو كان مصير انه يتسامع الاحزانه الشخصية من اجل المشروع الوطني المتكامل بتمنى انه المفقودين يرجعوا وانه في اي طرقة باب او هاتف يضرب يكون فيه خبر مفرح لأسرة انه واحد من الناس المفقودين رجعوا ورسالتي ممكن تكون للحكومة المتكونة هسه يوم 17 اغسطس يعني ان شاء الله انه يكون فعلا التغيير ده لمصلحة البلد ومن اجل نماء السودان ومن اجل بناء السودان ومن اجل رفاه السودان وانه يكونوا المستفيدين من التغيير ده اصحاب المصلحه الحقيقيه النساء سيدات الشاي الشغالات لحد
ساعات الفجر الأولى بيغتاتوا من خشاش الأرض، واجهتهم الحملات المتعسفة بتاعة محاربتهم في مصادر رزقهم. بنتمنى أنه الحياة دي ما تعود، كله الناس الموجودين في معسكرات النازحين بتمنى أنه ربنا ينعم عليهم بالسلام ويرجعوا إلى أماكنهم الآمنة، وأنه البلد كلها ترجع آمنة ومسالمة وتختفي الحروب الأهلية بيناتنا، ونرجع إحنا كلنا كسودانيين متماسكين ومتجانسين وواقفين مع بعض من أجل بناء بلدنا العظيم اللي بنحبه. السودان ده إحنا يعني بفتكر إنه إحنا ما حنفرط فيه على الإطلاق، وحنكون صابرين يعني على كل أي معاناة، وأي دكتاتور إنه يحاول إنه يهز من سلطة الشعب ومن سلطة الوطن إحنا حنجابه بمجابهة الباسلة اللي شافوها الإنقاذيين ديل. وبنتمنى إنه نحن بلدنا فعلا تنتمي إلى مصاف الدول المتقدمة، الدول الراغية، الدول زي ما قلت لك يا رشا في بداية كلامي إنه تذهب إلى صناديق الاختراع، إنه نحن ما نفقد الشباب ديل في بداية مشاريع حياتهم، إنه يتفقدوا شباب وشابات في 18 سنة و 20 سنة دي حاجة قاسية، يجب إنه تتوقف فورا، يجب إنه ننمي ونخلي في حملة نبنيه دي هي الحمل الفعل مسؤولية كل شخص، المسؤولية الفردية زي ما قالت إسراء، أي واحد فينا إنه يقوم بدوره اتجاه بناء الوطن. فالرسالة بالتحديد في نهاية الكلام لقوى الحرية والتغيير وللمجلس العسكري في حكومتهم المزمعة، باعتبار أنه ده واقع الحال، حتى إذا ما كان دي الحاجة اللي بتتمناها الثورة، لكن دي الحاجة اللي هسه الصيغة السياسية الموجودة بتواطد عليها، وبالتالي نحن بنتمنى أنهم يكونوا على قدر المسؤولية ويكونوا ناس محترمين زي ما الشعب ده محترم، وزي ما الشعب ده أبي، وزي ما الشعب ده شجاع، وأنه يحترموه ويحترموا كرامته، لأنه أي محاولة لإهانة كرامة الشعب السوداني حيكون المردود بتاعه عنيف عليهم. فبتمنى أنهم هم يتوفقوا في حراسة سلامتهم في المقام الأول إن شاء الله. طبعا أستاذ عمر وشاري دائما بيقول كلامنا كله يعني، لكن لابد من رسالة أخيرة. أنت إذا خطتني في ورطة دائما تخليني أتكلم بعد منهم بلقى صراحة نفسية بماشية لازم أبدأ، مع أنه دائما بيكون يعني أستاذ عمر كنت أخذتها للختام دائما، لأنه عنده تجارب من واقع هو شاهده يعني، أنا متابعة له. طيب انا بقول شنو يا رشا، بقول مقوله السائر جورج حبش انه الثوار لا يموتون ابدا، انه هم قادرين على فرض خياراتهم وقادرين انهم يصلوا بالثوره دي الى غاياتها ولنهاياتها، ويصلوا بها لتحقيق مؤسسات الدوله ذات المؤسسات القويه، اللي هو ما بيهمنا انه يكون الرئيس من اول حزب منه، لانه الحاجه دي بتكون مستنده على حزب معين. الحاجه الثانيه هي اللي كانت تاكد بلادي، اللي هم قدروا يغلبوا الظروف القاهره، الظروف الاجتماعيه والظروف السياسيه والقهر والتنكيل اللي مارسته عليها سلطه الانقاذ السابقه، وقدروا انه هم يكونوا رمح التغيير، ويكونوا هم في طليعه قياده الثوره في السودانيه. فالتحيه للكنداكات السودانيات. الحاجه الثالثه للشعب السوداني، انه هو الشعب السوداني عنده قدره انه يقوم يبني ابني بلده لقدام. محتاجين نحن نغير في نفسنا اول، نغير كثير جدا من السلوكيات الضاره اللي هي كان عندها ارتباط كثير جدا بالشارع وغيره. والحاجه الثالثه والرابعه هي للسياسيين، يمكن الثوار لا يفهمون كثيرا في السياسه، ولكنهم يفهمون المبادئ التي قامت عليها ثورتهم. انه يا اخي البلد الان هي في مرحله بتاعت مفترق طرق، مفترض انه العملية بتاعت المحاصصات والموازنات والمفاوضات والمواقف التفاوضية إنه ما ينظروا لا كثير، وإنما ينظروا لمصلحة البلد العليا، لأنه هم الآن هم بيخطوا اللبنات الأولى لبناء الدولة القادمة. إن شاء الله دكتورة إسراء معلش في أقل من دقيقة. يا رشا أنا بس عندي حظل أقول نفس الكلام اللي قاعد أقوله، إنه إحنا بنبدأ من نفسنا، بنبدأ من تفاصيل حياتنا الشخصية بقدراتنا وإمكانياتنا بوعينا بإرشادنا بتفاصيل حياتنا. بس أنا في رسالة ثانية حابة أوجهها للأسرة السودانية تحديدا، الكلام في السياسة والتعامل مع شكل الأطفال، لأنه الأطفال كان عندهم دور كبير في الثورة، وكانت عنده أبعاد، في أبعاد إيجابية وفي أبعاد سلبية، ويمكن إحنا تناولنا الجانب ده والجزء ده، وكانت في حياة كثيرة أثرت سلبا وإيجابا، حتى مظاهر الشارع هسه حاليا وعربات المالية الشارع والأسلحة والتفاصيل المتداولة في الشارع السوداني حاليا، هي ما كانت مناظر مرئية للعين، عين الطفل السوداني يعني. فأنا بتكلم عن الأسرة السودانية تحديدا، والكلام الكثير في السياسة والكلام الكثير المضر
بنفسيات اطفال وبيجينا نتكلم ونقحمهم في اشياء هم ممكن تكون بيكونوا مثقفين جدا سياسيا بالمناسبه الاطفال الى حد ما بس فيها اضرار يعني فيها أيوة. اشياء ايجابيه وفيها اشياء سلبيه دي رسائل الامهات تبقى فيها أيوة. بالاضافه لتناول الشائعات يعني اي شيء احنا بنتناوله قدام الاطفال بدون ما حتى نشوف مردود شنو يعني بكل عندها تاثير عليهم بكل نعم. تاثير. بشكرك جدا دكتوره يسرى عز الدين شبيكه اختصاص علم النفس. شكرا لك كثير استاذ محمد ابراهيم الصحفي والكاتب. شكرا لك كثير دكتور استاذ عمر عشاري الناشط الاجتماعي والسياسي. شكرا لكم كثير على الفتره المفتوحه دي بعنوان حرميه. وانا متاكده كل كلمه انتم قلتوها عندها كثير من المدلولات والمعاني يعني ان شاء الله كل الناس تشاهد حتى الإعادة إن شاء الله هتكون ساعة واحدة تقريبا صباحا وإن شاء الله حينزل على اليوتيوب كمان. بشكرك أستاذ طيب مدثر ولا بد طبعا صورة صورة يعني لازم ما في أي فرصة لأي حاجة ما في فرصة أيوة تطلبي صح؟ أبدا أنا كنت أختم بأغنية وطنية لكن لا بأس يعني كيف حياتنا اخترت غيرها ليه حياتنا اخترت غيرها ليه حياتنا اخترت غيرها فيها احلامنا وكلامنا فيها حاجاتنا الصغيرة فيها احلامنا وكلامنا فيها حاجاتنا الصغيرة كيف تغطي الصورة صورة كيف تغطي الصورة صورة وريد نداك يا سيدي كله يبقى ماضيك بالضرورة ايه لقيت فيه الجديد ردت من حاجات بقولها ولا لقرب اماني بينما قادر تطوله ايه لقيت فيه الجديد ردت من حاجات بقولها ولا ليه قرب أماني بينما قادر تطول هل قدر اسبر غرورك هل هو في الأحلام بزورك هل قدر اسبر غرورك هل هو في الأحلام بزورك وله البجد بيعرف لعبة الريدة وصوله هل صحيح راقي ومهندم هل ببكي الريد عيونه هل عرفته ما بتندم في الليالي القاسي قولوا هل صحيح راقي ومهندم هل ببكي الريد عيونه هل عرفته بتندم في الليالي القاسي طولا ألف مبروك يا مخيم ألف مبروك يا مخيم
كتير انت بتبيع المشاعر ما البصر دون البصائر والاصل ما بيبقى صورة انت بتبيع المشاعر ما البصر دون البصائر والاصل ما بيبقى صورة انت بتبيع المشاعر ما البصر دون البصائر والاصل ما بيبقى صورة انت بتبيع المشاعر ما البصر دون البصائر والاصل ما بيبقى صورة انت بتبيع المشاعر ما البصر دون البصائر والاصل ما بيبقى صورة